السلام عليكم. شتي هاد السيد تعدى على ولادي وعدنا معاه مشكل، خطف بنت ولدي وسمحنا ليه على وجه الله والطعام كان شاركه معانا، واليوم ما عرفتش شكون اللي حرقو كان يدير الماحية وحرق راسه وبوطل على ولادي بولادهم، وانا يشكيو بيا الله ولادي لا داروا شي حاجة. انا كنطلب من الله ومن جلالة الملك ومن القضاء ومن الجدارمية يعطيونا حقنا، انا مزوقة في الله وفي الملك وفي القضاء وفي جدارمية رجال الدرك يعطيونا حقنا. ولادي ظلموهم، هاد السيدة راه مولفة بحالك، واحد ولدها راه مشدود على الكريساج وهذا كيكريسي وكيخطف البنات، ربعة البنات اللي خطف، واليوم بغا قالك الفلوس انا معدي ما نعطيه، قالك تعطيني ربعة المليون منين غنجيبها. والمرا اللي كيقول كيخدم عليها راه جاري عليها في الجبل ما هياش معاه كيكذب، عندها ثلاثة الولاد، ثلاث سنين هادي باش جاري عليها، ولا جبرت معاه المرا ها هو معاه وحده اخرى شمكاره كتطبخ معاه الماحيه، راه الماحيه هي السبب ديالو عاد تقلد بينا. كون بغاو يقولوا الحقيقه كوقالوها كيخافوا منا ومنه، مشات حلفت عليهم تاع الشهاده ومشي يقول حرقوه مع الشانطي والديور مع الشانطي، ما غاديش يغوت راه خرجوا الجيران يفكوه، واللي محروق غادي يمشي كولو ميطو لهذا تاع الدارم كما تشواش في الطريق، هذا راه تعدو. هذاك السيد سيدي كان عندي معاه مشكل في 2019، فالاوائل ديال اواخر ديال 2019 خطف لي بنتي قاصر وداها يومين وهي عنده، خطفها نشدوه شدوه الجندارم سيدي، هذاك السيد نشدوه، جاو الاعوان ديال القبيله وهذا جاو كيرحبوا فيا امه وعائلته كامله، وقلت له جاو وليداتو عنده الوليدات، قلت له تنازل وتنازل انا كعيني راه بغض عليه ما تنازل كاتبه بيدي، ها هو التنازل، ها هو التنازل، ها هو قرب شويه الكاميرا، ها هو خط يدي بالرايضة ديالي، يعني راه صافي راه بقينا ولينا خوت مع بعضياتنا، فإذا به كنسمع أنا راه بشاد عالم أن حركتو، وهذيك المرة أنا عندي المشروع ديالنا ها هو قهوة، أنا خدام في القهوة، كنت نسمع عندي الشهود ديالي، ما شفت السيد ما رأيته ما شفتوش كاع، وليت يقول لك تحرق، واش هاد السيد اللي غنحرقوا حنايا وغنجيو بكم غنجيو فاصا فاص عندهم، كاين كمامات غنديروهم، ما كاين ماسكات غنديروهم، وحنا أربعة راه غنهزو نديروه في المالون نديرو لشي بلاصة، غنقبرو الآثار، واللي غيتحرق غنحرقوه، غنخليو له وجهو كيشوف به، ما غيشوفش، ما غيتحرقش عن يديه ورجليه، هذاك السيد بزناز تيبيع الماحية كان كيطبخ الماحية، طلقت عليه كوكو تحرق وفي دارهم، وجابوا موطور باش طفاو العافية اللي تيقول لك أنا حرقناه، وكاين الناس الشهود القبيلة كلها عارفة هذا الشيء، وهاد هو غيتلو واحد الفيديو القبيلة كلها غتعلق على هذا الشيء. هذاك السيد مجرم، انا بشغلي واش انا عندي 54 سنه غنعندو واحد مجرم عنده 33 سنه عندي 4 وليدات، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. سيدي واحد الصباح بنتي كتقرا، قالت لي بابا قالت لي غنمشي عند اختي القنطره، قلت الصباح سيري، الصباح مشات تعرضت لها في بعيد من المركوب، جبد عليها موس وداها داها دار بها، ما خلى عين فلفل ما خلى مولاي بوسلام، يومين وانا تنقلب كيفاش تحصلت انا لوحتها في الفيسبوك كنبحث عليها، مشد هو لواحد القهوه هو ولد عمته، وهذاك الكارسون ديال القهوه مشات سلباتهم، ملي شافت البنت عرفت عليها قشت لوحتها في الفيسبوك، اتصلت بيا في الفيسبوك قالت لي راه بنتك راه كاينه، مشينا سيدي لقينا هو هرب بقى في الاخر ولد عمته اللي كان معاه مشارك معاه في الجريمه، سلمونا البنت جنا للجندار، اوكي داك السيد شدوه جدارميه ولد عمته هو بقى هارب، نهار اللي تشد في القهوه شدوه جدارميه داوه، ملي داوه داوه عند قاضي البحث، والبنت عندها 14 عام قاصر داوه عند قاضي البحث بقى كيطلعوا يهود، دخلوا اعيال القبيله قالت للسيد التنازل، هذا الشيء اللي وقع، تحكم بعامين، وهذيك العامين تحكم لي في حاله العون لان بنتي راه هي الثالثه البنت ولا الرابعه اللي كيديهم كيغتصبهم، هذا السيد راه ما دايرش القانون كاينه قدامه ولا هو كله شامات، نوريكم حتى التصاور تاعو راه غنوريهم لكم، ها هما التصاور ديالو. هذيك جات واحد القناه كتقول لك هذاك السيد ما مجرم ما والو راجل مزيان ولا انا غنوريكم هذيك القناه، هذا نداء لهذيك القناه، السيد تيقول لك ما كيشرب ما والو، انا غنجبد لكم تصاور بالجناول الكلاب كيجلس كيبراكي بالكلاب، السيد قال لك ما كيبيع لا قرقوبي لا والو، شوفوا شوفوا مزيان باش تيجلسي ها كلاب باش تيجلسي ها هاد الحادثة، لا أنا راسي خاوي منها، أنا راه قلت لك النهار اللي وقعت الحادثة
انا راه ضرب في القهوه ديالنا من 9 ديال الصباح اللي تخرج من القهوه حتى ل 10:30 مع 9 تحاسبت مع الكراسن، لكن كورونا هبطت الباش وكان معايا واحد السيد رشود. هذاك السيد قال لي رانا ما لقيتش منك بدو بيسال وسطو حتى للدار. رجعت انا للكارسون عندي للدار ساكن حدايا الكارسون، تصورت الطوموبيل دخلت نعست، دخلت لداري مع 11 وهو تيقول لك المشكل وقع له مع المغرب، وانا المغرب في القهوه وعندي فيديو، عندي القهوه فيها الكاميرا، راه كلشي موثق. هاد السيد بغى يدعو عليا الباطل، اللهم ان هذا منكر. انا وهاد السيد شفار، شوف وهاد طالع ها هو كيسرق الاسلاك ديال التليفونات ديال النحاس، تيبيعها ما هو طالع. اختي لكن انا ما عارفش هاد الحوايج، انا ما عارفش. ولكن علاش كيتهمكم بالضبط انكم انتم اللي هذا بغى ينتقم ملي مشى بهذيك العامين وخا سمحت له بغى ينتقم، هذا غرض ديالو هو انتقام. وهاد السيد مولف بهاد الحوايج، راه خوه مجدود بثمان سنين عنده الطوموبيل تيبراكي والبنات، راه مجدود على هاد المشكل، كلهم مجدود على هاد المشاكل. عندك شي شهود؟ عندي شهود. شكون هما الناس اللي يقدروا يدوزوا معنا؟ ها هو تفضل اسيدي. ها هو السيد هذا، انا مكلف بالقهوه، انا خدام قهوه كنشرب من الصباح حتى ل 11 10:30 كنمشي. هاد السيد هذا ذاك النهار جا خوه قال لي راه ما كنتش بالقهوه، راه خويا اللي غايقابلكم تحاسبوا معاه وعطاوه الحساب ديالو. ملي تحاسبت معاه تسالوا 9:30 كتحاسبوا معاه، سيق القهوه من ذاك اليسار 10:30 كاين واحد السيد من بريز هبطنا تما، جابني ناس حدا الدار ديالهم حساب حدايا جاري، هبط دخل دارو انا مشيت للمحل. يعني هو النهار كامل هو معايا انا بالقهوه شاد الحساب معايا يتحاسب معانا ومراقبنا. يعني في ديك الوقيته ديال المغرب واش بقى معاكم ولا مشى؟ من 6 حتى ل 10:30 هو معايا بالقهوه هنا، يعني كيتحاسب وكيتسنى باش كيديها. هو معانا هنا والكاميرا كاينه، الكاميرا باش كاينه راه موجوده الكاميرا ديال المراقبه النهار كامل اللي مراقبه انا، كنشعلها في الصباح كتبقى مراقبه حتى العشيه كتبقى. هاد السيد اللي يتهمو هو حرقو، هاد السيد ما كيمشي حتى ل 12:30 هو مقابل هنايا القهوه لخوه كيسدو مع 9 كيبقى هنا مع الخدامه كيشبهو. انا الحانوت ديالي راه حدا هاد السيد هذا، انا كندير حتى بقاليس. هذاك السيد راه معروف، راه كيطبخ الماحيه هادي تفركات عليه بوطه، بقى كيطبيط تحرق، هذا هو المشكل صافي. وعنده مشكل مع هذا، هذاك الشيء اللي اييه. وهاد الناس ناس مزيانه وما يقدروش يديروا هاد الشيء كاع بخطره. وهذاك النهار بقينا معاهم حتى اخر وقت، شي زويت تسعود هما مازالوا ناردين معنا هنا في القهوه، انا ديما كنجيو نتقهواو هنا. وهذاك السيد ديما كنسمعوا ليه على الخايبه، ديما شمكار وديما كيشرب وديما وكيبيع واقيلا حتى الماحيه ولا شنو هو كيديروا. هذوك الناس راه كلشي كيعرفهم، هذوك الناس هما الاخر ديال القبيله كامله. هذوك مولف عبد الحباس هو راه كيتسبب على هاد الناس، غيحرقوهم سيرين ليه بعدا، وما عندهم حتى الوقت فين يقابلوا حتى شغلهم، شغلهم هما سامحا فيه. سمعنا في واحد الفيديو كيتكلم ديال واحد القناه تيقول بانهم هبطوا له هما اربعه بهم خوت في مرسيدس في الكري، وخو علو ليسونس ولا الدوليه وحرقوه. وانا نحلف على هاد الناس والله ما يديروا هاد الشيء بالله. وتم ولا بالناس راه كيقول لك اودي راه قالت لي امو راه تحرك تما، كنا راه هو اللي شعل العافيه في راسو، ديما كيدير لنا هاد الحوايج هاد، عا كيتقرقب وكيبقى يدير هاد الحوايج هاد. حرق راسو بيدو بنعملك انا، ولكن هاد الناس ما شفناش في عينينا، وكل اللي كيقول لك حرق راسو بيدو هو حرق راسو. في ناس مع عداوة بعدا اصلا هذا بينو وبينو عداوة، اها ما يمكنش غادي يمشي يحرقو بيناتهم عداوة، ما يمكنش يحرقو، ما يمكنش يحرقو حيت بيناتهم عداوة راه نطيح عليه الباطل، حيت بغيت كاين الخدمة راه نطيح عليه الباطل. دابا لك في حدوثي ما نطيحش عليك الباطل. باش عرفتي ان ذاك السيد هو حرق راسو؟ كيقولوا كتسمع الناس كيقولوا حرق راسو، ماشي شوف انا مباشرة، كتسمع الناس كيقولوا حرق راسو، كب على راسو سبيلو ولا ما عرفتش. شنو اللي كنسمع معنا دابا؟ زايدون عداوة بيناتهم. انا اولا انا رئيس ديال جمعية النار للتنمية والتعاون. انا كنت هنا قدام في القهوه، كنت هنا جالس في القهوه وهادي من الساعه اللي فاش مشيت ما بين المغرب والعشاء، تميت غادي وصلت قربت العين المكان، وصلت تما كاينه تسمع شي طرديقات، واحد جوج طرديقات طردقوا، قلت انا هادي بوطه، هي
هي هذيك ترفض من الدراري غادي تجري، ولا مشيت انا نعين المكان لانني انا كندير رئيس ديال الجمعيه من حقي خصني نشوف ديك البلاصه. مشيت ما كنتش انا هاز معايا التليفون بانني باش نصور ونشوف ديك البلاصه. ملي وصلت لعين المكان كنسول الناس تما كاين ولا كنشوف الدخان خارج ولا كنسول الناس تما كاين شي وحدين ولا قالوا لي ودي راه كان تيطبخ الماهية وداك لانفول كان تيطبخ مو هذا وقال انك يتجر في هادشي هذا كيبيع ويشري في هادشي هذا هو هذا هو المشكل. انا ملي سمعت داكشي وهذا صافي سمعت وين مشيت هذيك الساعة ورا كان الداخل ولا هادي انا مشكور صافي. انا ملي شت انا شت انا العافيه لداخل وسط الدار الدار ديالو والسيد اللي كان تيطيب بالموتور جاروني راه قدامي تيقول له حميد وطيطه هو اللي كان تيطيب العافيه تما هذا هو اللي هذا هو اللي كاين. انا ملي شفت هذاك الشيء ملي قالوا لي راه كيدير الشراب وهذا صافي انا ما وقفتش صافي مشيت هذا هو اللي كاين. انت امام الدارك واش مشيتي تشهدتي بهذا الشيء اللي شاد الواقع اللي شفتي؟ اي مشيت للدارك الملكي سيدعوني مشيت لعندهم عطيت الاقوال ديالي هاد الاقوال اللي كنقول دابا انا هنايا انا قلتو حتى للدارك الملكي وانا كنتحمل المسؤوليه. انا كرئيس الجمعيه ما نقدرش لانني باش غادي نكذب على هذا نكذب على هذا لا انا راه شي 500 ديال البشر اللي مقلد بها انا وكيقلدوني كيقول لي بان انا شفت شي حاجه خصك تقولها تكون سميتو خصك تشهد بالحق ما تشهدش بواحد الظلم ولا شي حاجه. ملي داروا فيا الناس هاد الثقه وهادي انا كنتحمل المسؤوليه. هذا تيقولوا بلي ما راه حرق راسو تنشمعوا الهضره راه حرق راسو ما كاع الناس اللي تسولوا تيقول لك راه كان شاد شي حاجه في يدو حرق راسو لا برا حرق راسو دخل دار صباح سمعنا الناس هنا في القهوه تيعاودوا قال راه فلان حرق راسو الجنية حرق راسو. ولكن كيفاش هو حرق راسو كيتهم ناس اخرين بانهم اللي حرقوه؟ هو فايت عندهم عداوه فايت عندهم دعوه هما في المحكمه على حساب بنت اللي قال هو حرقو فايت مشدود عليها بعام ديال الحبس